تمكن السباح العالمي نجيب بلهادي من إحراز رقم قياسي جديد في السباحة الثقيلة بعد جره لمركب يزن 23 طن. بميناء تبرقة ووسط حضور جماهيري كبير، تمكن اليوم السباح العالمي نجيب بلهادي من كسب تحد جديد في السباحة الثقيلة، وذلك بجر سفينة الباتروس والتي تزن 22 طن لمسافة 500 متر، حاملا على متنها فريق كرة القدم للمرجان الرياضي بتبرقة، حيث سبق لهذا السباح أن حطم رقمه الأول بهذا الميناء. مبروك لتونس، مبروك للناس كل. أنا اليوم هديت انتصار جديد لتونس في السباحة الثقيلة، أصعب الرياضات في أنواع السباحة، سباحة الحالات القصوى، 500 متر، 23 طرناطة مركب اسمه الباتروس، وفيه فريق كرة قدم زدت الميزان 24 طرناطة. الرقم القياسي القديم متاعي هو 200 متر في 22 طرناطة. الحمد لله هذا توا حلقة من حلقات بداية تحضيري لهدف عالمي نهائي هو 100 طرناطة في 2 كيلومتر. التحضير هذا يقتضي تخطيط، والتخطيط هذا يخضع إلى قوانين ومواصفات متاع رياضية. السباح العالمي نجيب بلهادي والذي قطع مسافة 500 متر ويجر سفينة وزنها 22 طن كان سعيدا بهذا الانجاز في انتظار جر سفينة اخرى تزن 100 طن، وهو تحد كبير في العالمية. فرحان ياسر بالوليدات اللي جاوا، بالجمهور اللي جاوا، عندي شعبية، الرياضة هذه بدأت تكتسب شعبية. تبرقى علاش؟ خاطر هي كما نقولوا نافذة المشعة على البحر الابيض المتوسط، نحبها وخدمت فيها، خدمت فيها. رغم تقدمه في السن تمكن السباح العالمي نجيب بلهادي من كسب التحدي اليوم على ان يكون تحديه المستقبلي جر باخرة تزن 100 طن لمسافة 200 متر.